دايما في حياتنا في عد تنازلي، عد تنازلي عشان اوصل لشكل احلى يديني ثقه اكبر في نفسي، عد تنازلي في تحديد اهتماماتنا او اولوياتنا. واغلب الاطفال عندهم مشاكل في الاسنان بسبب بقى اكل الحلويات وعدم غسيل الاسنان بالفرشه والمعجون. تهيئه الطفل او الشخص لزياره دكتور الاسنان بتبدا من البيت. لو انت هتشتري ميني باروكه لازم تشتريها لون شعرك، لان انت بتطلعي جزء من شعرك. بصي، هو اللي بيميز حد عن حد في شغله هو شغله نفسه. الجمال نعمه كبيره وربنا خلقنا كلنا جمال. تيت السادي زي ما حضرتك قلتي، يعني فعلا نصف جمال المرأة. ببساطة لو هنتكلم عن الأنظمة الغذائية في كل شخص، فكل شخص له نظام غذائي مناسب له. مش أي حد يمشي على أي برنامج غذائي. تعرضت أكثر الدول لخسائر اقتصادية، لكن استطاعت مصر أن تتعامل مع هذه الأزمة بكل حزم. عد تنازلي الأربعاء 12:30 مساء على النهار.